الخير حبايب قلبي ايمي. النهاردة ان شاء الله مفيش فطار، في سحور، وقلت مع بعضينا نعرض السحور اللي انا بتسحر، بس مش كل يوم، هو ده مخصوص عشانكم، افكار جديدة تقدروا اللي انتوا تشوفوها وتنفذوها عندكم في البيت. مش ده كل يوم بعمل كده، خلي بالكم. بصوا معايا ايه، جبنة فيتا، جبنة مثلثات، جبنة تلاجة، جبنة رومي، شيبسي طبعا، بتنجان مخلل، شوفوا قد ايه جميل، وطبعا معايا فول بالزيت الحار والطحينة، طبعا معانا الزبادي والعيش الابيض والعيش البلدي، معانا زيتون اخضر واسود وحلاوة احيانا بنعوزها، وبطاطس محمرة طبعا، والجرجير بتاعنا والطماطم والخيار وشوية الكابوتش الحلو ده، واحلى لانشون فراخ ولانشون عادي، واحلى طبق فول. ده بقى السحور ما بيحلاش الا بيه، بالطماطم وبالخضرة، واحلى طبق ايه رأيكم؟ جميل جدا، بالبسطرمة، واحلى طبعا زبادي، واحلى يوم قضيته معاكم النهاردة عشان اتسحر معاكم واديكم افكار جديدة تقدروا تعملوها في البيت. ده مش كل يوم، ده عشانكم انتوا بس. مع السلامة.